ينضم إلينا من واشنطن الباحث السياسي يوسف صداقي. مرحبا بك أستاذ يوسف. يسعد مساكي، أهلا وسهلا بك. نعم، يعني بداية بخصوص يعني الهجوم الكيماوي في الغوطة، بذلك ما يكون الخيارات المطروحة أمام أمريكا للتصرف خارج نطاق مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ التحرك موجود، التحرك تم إقراره بشكل نهائي على ما أتوقع، وسوف نسمع ذلك قريبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جرت مباحثات مع فرنسا وبريطانيا، مع السعودية، حتى مع العراق بشأن التحرك الذي سوف تقوم به الولايات المتحدة للرد على من استخدم الأسلحة الكيماوية في دوما. ففعليا التحرك هو بقيادة أمريكية، لكن هو تحالف مكون على الأقل من 4 دول أخرى، هي السعودية، بريطانيا وفرنسا، وممكن أن تكون لإسرائيل دور في بعض الأمور. وغالبا ممكن بما أن أن تكون روسيا ضمن رفضت إطار التحالف بعد الدولي أستاذ يوسف ضد داعش، ضمن إطار التحالف الدولي ممكن ضد داعش. نعم، إطار التحالف الدولي الخاص الذي تشكل لمحاربة داعش يضم أيضا دول كثيرة في هذه الحالة. ممكن أن يكون في حال تم تحرك التحالف الدولي فإننا سوف ننتظر، أو سوف يكون بحاجة انتظار دور باقي الحلفاء أو باقي المشاركين في التحالف ككندا، كبلجيكا، كأستراليا. ولا أعتقد أن الإدارة الأمريكية سوف تنتظر حتى موافقة أو الدخول في جدال مع هذه الدول في بهذا الشأن، خاصة أن هذه الدول هي بعيدة تماما عن الموضوع السياسي السوري، نعم هي تدخلت فقط لمحاربة الإسلام المتطرف داعش. لذا أتوقع أكثر أن التدخل سوف يكون من أعضاء في التحالف الدولي ضد داعش، لكن الأكثر تدخلا أو الأكثر معرفة بالشأن السوري منذ البداية. وأتحدث هنا عن 3 أعضاء من مجلس الأمن، هم فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، السعودية كقيادة عربية، العراق أيضا جرت مباحثات وجرى إعلامها بتفاصيل التحرك في سوريا. سوف يكون تحرك أمر واقع، خاصة بعد الرفض الروسي اليوم أو قبل دقائق يعني لمشروع القرار الأمريكي الذي كان طرح إدخال لجان لإعادة التحقيق فيما حدث في دوما. رغم أن حكومة دمشق دعت اللجنة الأممية للدخول وتقصي الحقائق، لكن الروس رفضوا. إذا يبدو أن هناك تواطؤ روسي عن الفاعل الذي استخدم الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية. هل استخدمت أم لم تستخدم؟ الواقع يقول أن الأسلحة قد استخدمت. إلى الآن أصابع الاتهام إلى 3 أطراف، النظام السوري، إيران وروسيا. في حال أن النظام السوري هو من قال أو من دعا مؤسسات الأمم المتحدة للدخول، ربما هو طيب، بهذه الطريقة يبعد التهمة عن نفسه، لكن الدفاع الروسي أو الرفض الروسي يعني لدخول لجنة النظام جديدة، وروسيا هذا سمحت يعني أن روسيا بالدخول للجنة التحقيق إلى الغوطة، هل من الممكن أن يغير هذا في الأمر أي شيء؟ أو يخفف التصعيد بتوقع حتى؟ تأخر. أتوقع أن الموضوع قد تأخر، ويبدو أن الروس لا يريدون أبدا هذا النوع من هذه الحلول. التصعيد، أنا أرى أن ما قامت به روسيا في مجلس الأمن قبل دقائق هو تصعيد ضد أي شيء ممكن أنه يكون حل، أو ممكن يجنب سوريا، أو يجنب مو سوريا فعليا، هو ما حيجنب سوريا، يجنب المتهم في استخدام الكيماوي الضربي. الذي استخدم الكيماوي في سوريا قرار لن يتراجع عنه الرئيس ترامب، وهذا كان واضح خلال الأيام الثلاثة الماضية واليوم والبارحة ليلا. لن يتراجع الرئيس ترامب، ولن تتراجع القيادة العسكرية الأمريكية، ولن تتراجع فرنسا عن معاقبة من استخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا أيا كان من استخدمها. نعم، يعني أيضا هناك نقطة، يعني الصحافة الأمريكية تحدثت عن وجود 3 خيارات، منها توجيه ضربات عسكرية إلى نقاط عسكرية تابعة للروس والنظام. أعتقد أن في حال الروس هم بالنهاية أعضاء بمجلس الأمن الدولي، وهناك غرف تنسيق عمليات مع
التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأعتقد أن الروس سوف يعلمون في حال اضطرابات متى سوف تكون وأين ستكون. فإذا كان الروس يريدون الحفاظ على من يعني على عناصرهم، أو نعم يريدون الحفاظ على مواقعهم العسكرية ومعداتهم العسكرية، فأتوقع أن الروس هم أذكى من أن يبقوا في المناطق اللي ممكن أن تستهدف. وفي حال بقوا سوف يتم تصعيد الأمور، ولا أتوقع أن روسيا جاهزة لهذا النوع من التصعيد في الوقت الحالي. فأعتقد أن روسيا أذكى من أن تبقي أي من عناصرها العسكريين أو المدنيين أو الخبراء في المناطق المتوقع استهدافها في سوريا. نعم أيضا يعني ترامب ألغى زيارته إلى أمريكا اللاتينية للإشراف على الرد على النظام بحسب التصريحات الرسمية، يعني هل هذا يعني بأن هناك حسم بالقرار الأمريكي باستخدام القوى العسكرية؟ الحسم النهائي من قبل ترامب، هذا الأمر بات واضح. من يتابع الإعلام الأمريكي يلاحظ تماما أن القرار العسكري من القيادات العسكرية في الولايات المتحدة ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن مستشار الأمن القومي الجديد ومن وزير الخارجية الجديد في الولايات المتحدة، القرار بمعاقبة من استخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا هو قرار نهائي، هو قرار صدر. لكن التأخير أو ما يعتبره بعض الناس أنه تأخير هو فقط لإبلاغ الحلفاء والتوصل مع الحلفاء إلى الطريقة الأنسب استراتيجيا وعسكريا وسياسيا للدخول في هذه المعركة. وأعتقد نعم أن لن تكون معركة طويلة الأمد، نعم بل سوف تكون عبارة عن ضربات مركزة تماما، معروف تماما أين ستكون، من هم المستهدفون. وغالبا الذي سوف يستهدف بشكل مباشر بات واضحا وبات يعلم أنه مستهدف الآن. نعم الباحث السياسي يوسف الصداقي، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات. كنت معنا من واشنطن.